ولكن في نفس الوقت أؤكد أن حكومة مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم وببحرنة هذا القطاع. سعادة النائب ذكر مجموعة من النماذج من دول أخرى، ولكن أحب أن أؤكد لك بأن مملكة البحرين وحكومة مملكة البحرين خصصت كلية لإعداد المعلمين في هذا الجانب، والهدف من تخصيص هذه الكلية هو بحرنة قطاع التعليم على أكمل وجه، وهناك دعم كبير من الحكومة الموقرة لهذه الكلية، ودليل على ذلك أن ميزانية الكلية تم مضاعفتها 100% في الدورة المالية السابقة، وأيضا تحظى بالدعم في الدورة المالية الحالية. وبالتالي سعادة النائب أود أن أؤكد بأنه بالنسبة لحكومة مملكة البحرين فالمعلم البحريني يأتي أولا وثانيا وثالثا ورابعا بالنسبة لنا. وأنا عملت معلم كما أنت عملت معلم، وعملت تشرفت بالعمل مع كثير من المعلمين البحرينيين، ووجدت ما يتمتعون به في الواقع من كفاءة وصدق وأمانة وإخلاص في أدائهم بمهامهم. وكما ذكرت لك، لو لم تكن أولوية وزارة التربية والتعليم في بحرنة هذا القطاع متجهة للمعلم البحريني لما وصلنا اليوم إلى 85% بحرنة في هذا القطاع.